من مدينة جديدة نجدد الترحاب بكم مشاهدينا في عدد جديد من يوميات طواف المغرب 2018. اليوم الدورة أو المرحلة الثامنة التي ربطت بين مدينة أسفي ومدينة الجديدة على امتداد حوالي 151 كيلومترا، تألق خلالها من جديد الإيطالي ماريسكو جاكوب الذي بهذا الفوز يكون قد حقق انتصاره السادس خلال طواف المغرب 2018. المزيد في الملخص. شمس اليوم التاسع لطواف المغرب أشرقت بمدينة أسفي، حيث انطلاق المرحلة ما قبل الأخيرة من طواف المغرب والتي ربطت بين أسفي والجديدة على مسافة 152 كيلومترا. سكان أسفي وعشاق الأميرة الصغيرة كانوا عند خط البداية لمتابعة الانطلاق. أنا فرحانة بزاف في هذا الطواف اللي في اليوم في مدينة أسفي اللي انطلق اليوم، انا فرحانه بزاف نكون مع ابطال كبار. انا فرحانه بزاف بهالطواف ديال اليوم، وانا كي صغيره ومينيم كنشوف ابطال كبار حاضرين في هذا الكورس. الصراع بين المدرستين الايطاليه والفرنسيه استمر خلال مرحله اليوم، حيث كل فريق اراد ان يرسم معالم السباق حسب خطته، مع تسجيل محاولات انسلال بين الفينه والاخرى كان لها دراجو الفريق الإيطالي والفرنسي بالمرسيدس، أمر جعل السرعة النهائية هي الحل. وكذلك كان عندما دخل الإيطالي ماريسكو جاكوب أولا بتوقيت 3 ساعات و49 دقيقة و38 ثانية. مرحلة اليوم تميزت ببعض الرياح، لكن الخطة التي رسمتها رفقة أصدقائي بالفريق جعلتني لا أعاني كثيرا من هذا المشكلة، هو الشيء الذي ساعدني في حسم السباق في آخر الأمتار بفضل السرعة النهائية، وهذا شيء جيد. On était vigilant dès le début et ça a cassé. Après, c'est revenu. Je pense qu'après, Villiers voulait une arrivée au sprint. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu le sprint qui était assez compliqué à gérer parce qu'avec le terre-plein à 3 bornes de l'arrivée, c'était un peu compliqué. Mais bon, après, on a su bien gérer. Voilà, j'arrive dans les bons temps. ليستمر مسلسل التشويق في طواف المغرب للدراجات عبر طبعته 31 دون حسم هوية الفائز بالقميص الأصفر الذي يوجد لدى الفرنسي دافيد غيفياغا حتى مرحلة اليوم الختامية الرابطة بين الجديدة والدار البيضاء. في فقرة روبورتاج عدسة رياضية تسلط الضوء على اللجنة المنظمة للطواف وكيفية تدبيرها للميزانية، نتابع. واهم من يظن أن تراث المغرب اللامادي يدور بأرقام فلكية رغم الصيت الدائع له قاريا وعالميا، فواقع الحال والمؤشرات المالية تؤكد أن ميزانيته تظل ضئيلة ولا توازي صيته. القافلة فيها 60 سيارة صغيرة وفيها 4 شاحنات كبيرة وفيها ثلاثة ديال الحافلات اللي تينقلوا المتسابقين، وكاينة في المجموع ديال الدراجات النارية عندنا واحد 16 دراجة، فإذا به الميزانية ديال الطواف باش تكلف الكلفه ديال باش يدار الطواف الميزانيه ديالو كاينه واحد 4 مليون ديال الدرهم. رغم هذه الاكراهات الماليه فصناع قرار الاميره الصغيره يحاولون جاهدا تدبيره بشكل معقل على مستوى الفندقه واللوجستيك وكل الامور المحيطه به. هذه السنه لجنه المبيت لقد ابلت البلاء الحسن بحكم كل مرحله لا يكون أي إنسان يشتكي من أي شيء، فالمبيت في المستوى والفنادق في المستوى والكل راضي على هذا الإنجاز التي تقوم به لجنة المبيت. بفعل هذه الاستراتيجية المحكمة والمعقلنة في التدبير فضيوف المملكة في هذا المحفل العالمي لا يتنون بالإشادة به.
لقد جئنا من هنغاريا لنشارك في طواف المغرب لأول مرة بإفريقيا. إنها فرصة كبيرة لنا في هذا المسار المتميز لنحضر للموسم الذي انطلق من هنا بالنسبة لنا. لأول مرة نشارك بإفريقيا وبالمغرب. إنه طواف جيد استمتعنا خلاله. نحن سعداء هنا. يوفر لنا كل ما نطلبه. إنها تجربة غنية جدا. هكذا إذن تدور رحى طواف المغرب. الكل مجند كخلية نحل لإنجاح هذا الموروث الرياضي المتميز. نجدد الترحاب بكم مشاهدينا ونرحب كذلك بسي مصطفى النجاري مستشار تقني لجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات. اليوم المرحلة التي ربطت بين أسفي والجديدة تميز خلالها الإيطالي ماريسكو جاكوب للمرة الخامسة، يعني فاز تقريبا بنصف الطواف ماريسكو جاكوب. فعلا الفريق الوطني الفريق الإيطالي الذي حضر إلى طواف المغرب هذه السنة هو فريق محترف، يعني معروف لدى جميع الإيطاليين والأوروبيين بأنه فريق جد قوي. الشيء اللي خلى هذا المتسابق المحترف فاز بخمس مراحل، يعني نصف طواف المغرب، هذا كبين بأن هذه السنة هناك فرق قوية، فرق عتيدة. كذلك الفريق الفرنسي الذي له ثلاث أقمصة أربع أقمصة، هذا كبين بأن يعني الدول المشاركة هذه السنة جات عازمة على الفوز بطواف المغرب. مرحلة اليوم كانت مرحلة سهلة شيئا ما، نظرا للمسافة التي يعني لا تتعدى 150 كيلومتر. نعم. منذ خروجنا من مدينة أسفي والرياح يعني الجانبية حتى ثلاث بوكدرا كانت صعبة شيئا مع المتسابقين، أما بعد خروجنا من ثلاث بوكدرا إلى أسفي الرياح كانت في الوجه. كانت هناك عدة محاولات لبعض المتسابقين للهروب، لكن كان دائما بالمرصاد من طرف الفريق الإيطالي والفرنسي وحتى الأذربيجاني. نعم. كنا نعلم بأن نهاية اليوم مرحلة اليوم ستنتهي بسرعة نهائية، وفعلا كانت هناك عدة محاولات في آخر مرحلة العشر كيلومتر الأخيرة، ولكن الفريق الإيطالي كان يعني جايب المتسابق الرقم 11 جاكوب على سرير من الفضة. نعم. للوصول إلى خط النهاية، وبالتالي يعني كان الفوز داله مستحق نظرا للسرعة الهائلة التي يتميز بها السرعة النهائية. ويتميز بسرعة نهائية ولجميع المراحل اللي كتعتمد بالأساس على السرعة النهائية، فهو كان كيتفوق فيها. هذا المنتخب أو الفريق الإيطالي عنده ست المراحل، يعني كانت مرحلة الأمس تفوق فيها أيضا إيطالي يعني الفريق يعني محترف بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الفريق الإيطالي اليوم وجاي عازم باش يربح الأغلبية المراحل في الطواف. لكن إذا شفنا الترتيب العام نجد أن الفريق الفرنسي أول متسابق إيطالي بعيد في الترتيب العام، ولكن الفريق الفرنسي جاي عازم باش يفوز بجميع الأقمصة. نعم. القميص الأصفر، القميص المنقط، والقميص أحسن متسلق للجبال. نعم. والقميص القميص الأخضر في ملك الإيطالي لأنه فاز بعدة مراحل. نعم. فلهذا يعني ليتميز بها الطواف وهو وجود فريقين قويين، فريق إيطالي وفريق فرنسي، اللي تقريبا سيطروا على هذا الطواف سيطرة كاملة. نعم. في آخر سؤال، يعني الأكيد أننا كلنا عشنا نكسة بعد انسحاب العناصر الوطنية، ولكن ربما المرحلتين، احنا اليوم في مرحلة قبل الأخيرة، ثلاثة مراحل ما شاركش فيهم يعني العناصر الوطنية، شنو يمكنك تقول أنت كدراس سابق كاسم كمعلمة كمجموعة الأشياء؟ اليوم كنتكلموا على 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 المغرب، كنتكلموا على العلم الوطني، كنتكلموا على طواف المغرب اللي هو عنده رمزية ودلالة كبيرة عند المغاربة كلهم ماشي فقط الدراجين. شوفي طواف المغرب عنده تاريخ. نعم. منذ سنة 1937 تعملوا 10 طوافات قبل الاستقلال، والآن احنا في النسخة 31 بعد الاستقلال. فلهذا كنلاحظوا بأن طواف المغرب عنده واحد الشعبية كبيرة، شعبية يعني عند جميع المغاربة في جميع المدن المغربية، والداعي ذلك وهو استقبال جماهيري كبير. نعم. لكن يعني انسحاب الفريق الوطني او الثاني امس مدينه اكادير من الطواف يعني له يعني الم كبير عند جميع المتتبعين.
حيث أنه أنا شخصيا لا أعلم لماذا انسحبوا هذه المتسابقين، وأول مرة في تاريخ طواف المغرب أو جميع طوافات العالم أن فريق وطني ينسحب من الطواف. نعم. هذا وراه يعني خبايا، وراه مناوشات من الخلف التي نعم. تلعب بعقول هذه المتسابقين، وبالتالي أنا كنظن بأن القرار اللي خدته الجميع وتوقيف الدراجين مدى الحياة سيؤثر عليهم يعني مع فتح تحقيق، لأن سمعت بأن البوليس أو الشرطة في مدينة أكادير عملت تحقيق كامل، لأنه هناك مسألة من وزارة الشباب والرياضة، من اللجنة الأولمبية، من وزارة الداخلية. أكيد فهذا يعني عنده واحد الألم كبير على المتتبعين فعلا. وأظن بأن توقيف هاد المتسابقين مدى الحياة سيؤثر عليهم اجتماعيا وماديا، ونحن نعم. نعلم هاد المتسابقين ليس لهم أي دخل مادي إلا من رياضة. هي كانت خطوة الدراجة. غير محسوبة من طرف هاد الدراجين، مع الأسف ما كناش كنتمنوا هاد النكسة، وما كنتناش هاد يعني المسائل طرا في بلادنا وفي رياضتنا، وخاصة رياضة الأميرة الصغيرة خاصة اللي كان معروفة كما قلت. فطواف المغرب عنده دلالاته وعنده رمزيته الوطنية فعلا. فما آخر حاجة كنا نتوقعوا أنه انسحاب قميص وطني من هذا الطواف فعلا. شكرا لك سي مصطفى النجاري، غدا نتلاقوا معك في آخر مرحلة إن شاء الله بمدينة الدار البيضاء. شكرا. مرحلة الغد أظن مرحلة جديدة الدار البيضاء. جديدة الدار البيضاء تعتبر مرحلة يعني هادئة، نظرا لأن الآن جميع الأقمصة وجميع التراتيب في محلها، فلهذا يعني غادي يكون هناك واحد المراقبة جد صارمة من طرف الفريق الفرنسي والإيطالي باش يحافظوا على الأقمصة ديالهم، وبالتالي القميص الأصفر غادي يبقى عنده غادي يبقى عند نفس المتسابق، وجميع الأقمصة غادي تبقى عند نفس نعم. المتسابقين. فلهذا يعني مرحلة الغد تحصيل حاصل عن نتائج طواف المغرب ككل. نعم شكرا لك. إذن إلى الغد سي مصطفى. إلى الغد مشاهدينا، إليكم النتائج بالتفصيل. أما أنا فألقاكم غدا بالدار البيضاء. إلى اللقاء.